السلام عليكم. ما من جماعة عنف على وجه المعمورة إلا وتحيط ذاتها بصنم فكري تطفي عليه هي هالة القدسية، تصنعها حوله وتحوله من مجرد فرد محدود المواهب على حالة مطرزة بالخرافة والخوارق والمرتبة فوق البشرية. بحسب متابعين فإن تلك الصنمية لا يمكنها أن ترتقي بالمجتمع بقدر ما تهوي به إلى مستويات سحيقة من الجمود والتحجر عند أفكار معينة، وتولد فيه حالة التقوقع نحو فكر معين ورفض للأفكار الأخرى، بل قد يتعدى ذلك إلى محاربة تلك الأفكار واعتبارها عدوا قبل أن يدرسها، ومن هنا يتولد العنف. احتفاء ميليشيا الانقلاب بذكرى مقتل حسين الحوثي يبدو محاولة لغرس ثقافة الصنمية والتقديس بين أبناء الشعب وإعادة الصورة النمطية لتلك الهالة التي كان الأئمة يحيطون ذاتهم بها تحت لافتة مولانا الإمام حفيد رسول الله. الصرف الباذخ من أموال الشعب في الوقت الذي يموت الناس فيه من الجوع إشارة إلى أن تلك الأصنام التي تقتات أموال الفقراء وهي لا تزال حية بإمكانها أن تقتات أموال الفقراء وحتى وقد أصبحت مدفونة تحت التراب. ملامح محاولة استنساخ نظام مرجعية الولي الفقيه في اليمن تبدو واضحة أكثر من أي وقت مضى، لتتجلى في اليمن خلطة إمامية خمينية جمعت بين ثنائية الظلام المحلي والإقليمي. إذن مشاهدينا، حول ثقافة الصنمية لدى الميليشيا ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. ينضم لي في الاستوديو للنقاش أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. في خضم ما يعانيه اليمنيون اليوم من شظف الحياة وعسر لقمة العيش، تحتفل ميليشيا الحوثي بمقتل مؤسسها الأول حسين الحوثي كذكرى يضيفون فيها للمواطن عبئا فوق ما صنعوه من قبل. بالهالة الأعلامية المكثفة يحاول الحوثيون إدخال ثقافة التقديس والصنمية لمؤسس حركة متمردة لم ير منها الناس سوى الحرب والفتنة وإدخال البلد في زمن أسود. محاولة إطفاء القداسة تأكيد مطلق على سير الميليشيا وفق منهج ولاية الفقيه الإيراني ومحاولة فرضه في اليمن كرجل مقدس فوق الدولة والقانون، أو هو الدولة والقانون كما هو الحال في إيران. حالة الصنمية لم تتوقف عند الاستخدام الدعائي والترويجي، بل تجاوزت ذلك باتجاه السيطرة على مستقبل الأجيال القادمة عبر إقحام أفكار مؤسسي الميليشيا في المناهج التعليمية وتلغيمها بالأفكار الطائفية، تلك التي تحمل بعداً عنصرياً في حق التنوع الاجتماعي والفكري. محاولة الزج بالأطفال في أتون الصراع المسلح واستخدامهم وقوداً لمعارك الميليشيا لم يتوقف منذ اللحظة الأولى التي تم فيها إعلان الميليشيا انطلاق مسيرتها من كهوف مران، وصولاً لاستخدام المدارس كساحات للتجنيد وغسيل الأفكار والتغرير بآلاف الأطفال. نقلت ميليشيا الحوثي خرافاتها من أطراف الدولة إلى قلبها، واقتحمت المدارس وفرضت على الطلاب فعاليات وطقوساً هي من صلب ثقافة الميليشيا دون مراعاة لقدسية الحرم التعليمي. وخلال العامين الماضيين تحولت ساحات المدارس إلى منابر للتعبئة الميليشاوية. الإعلام الممول من الخزينة العامة تحول أيضاً لإحدى أدوات التضليل والتعبئة والترويج للفكر الإمامي الإقصائي الذي لا يؤمن بغير فكرة ولاية الفقيه ويتلقى التوجيهات من مكتب زعيم الميليشيا وارتباطاته الإقليمية. لا تتحرج الميليشيا من السير قدماً في استنساخ التجربة الإيرانية الفاشية في إدارة مؤسسات الدولة واحتكارها واستخدامها كأداة قمع وسيطرة على المجتمع، بل تعمل على تجريف هويته الوطنية والقضاء على كل فرص الخلاص من سطوة العنف وإعاقة التحول المدني. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، إذا ما بدأنا من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي، لماذا تطفي هكذا جماعات هذه القدسية على أشخاص هم في النهاية ليسوا بتلك القدرات الفكرية العظيمة؟ نحن أولا أمام مشروع سياسي وليس ديني عقائدي، نحن أمام مشروع سياسي لاستعادة السلطة التي قطع معها الشعب اليمني عام 1962. نحن أمام عمليات منهجية لهذا الاستدعاء، وبهذا الاحتفال اليوم نحن ننتقل من قدسية المشترك الخاص إلى العام. هناك تعميم لهذا المقدس الشخص،
يعني كان هناك في مرحلة ما قبل الانقلاب وفي الفترات التي بعد الانقلاب إلى حد ما، كان هناك المقدس قد كان تم تعميمه على مستوى الجماعة الحوثية، ولكن الآن هناك مشروع لتعميم هذا المشترك المقدس، وبحيث يصبح ما يقابل الأب العقائدي مقابل الأب الوطني. وهنا سنلاحظ هذا الانتقال من المقدس الخاص والجامع الجامع المشترك الخاص القدسية والمرجعية القدسية أو حسين الصغير، لأن هناك ملحمة، يعني الحسين ابن علي هناك له ملحمة، هنا سيخلقون ملحمة يمنية كمرجعية وكمضحي من أجل هذا المشروع، وسيكون هذا مرجع مشترك لتعميمه مجتمعيا. نحن اليوم ننتقل نحو التعميم، وهذه مرحلة جديدة بدأت مع مشروع التعليم عندما بدأ تغيير المناهج التعليم، لأن الانتقال من الخاص هناك ملازم الجماعة قد تم تعميم المقدس وتعميم ملازمه، وهناك منطقة يعني جغرافية مجتمعية كانت تتبع المذهب الزيدي وهي قابلة لهذا الاستدعاء، ولكن تم حرفها نحو توجه ولاية الفقيه إلى آخره وتقديس بعض الشخصيات من أسرة محددة. اليوم نحن تعميم مجتمعي وحصر داخل السلالة، هناك عنصرين اثنين، تعميم مجتمعي لهذا الشخصية المرجعية الدينية على مستوى المجتمع وخروجها من الخاص نحو العام، وهناك أيضا داخل الأسرة ما يسمى بالأسرة الهاشمية التي تدعي أنها تنتمي إلى سلالة الرسول، هناك أيضا حصر هذه المرجعية في أسرة محددة. ومن هنا نحن بدأنا الآن نؤسس لأسرة بعينها لتكون مرجع المرجعية للمرحلة القادمة بكل رموزها وبكل وحتى بمسمى الجماعة. بالتالي اليوم نحن أمام، عندما نناقش هذا الموضوع أنا أتمنى ألا نناقش ذلك من إطار الخرافات، لأننا عندما نتناقش عن خرافات نحن نتحدث عن سلوكيات غير مدركة وغير واعية، نحن أمام سلوك واعي ومدرك. عندما نتهم هذه بالخرافات يعني أن هذا الخصم لا يشتغل في السياسة ولا يقوم بهذا العمل منهجيا، الذي يتحرك بهذا السلوك وقبل هذا الاحتفال تم وضع مفتي الديار اليمنية، وعندما أقول مفتي الديار لم يقل مفتي الجمهورية تجنبا لذكر الجمهورية، مفتي الديار اليمنية قد تكون الإمام متوكلية قد تكون الإمام الجمهورية العربية الإسلامية، لكن في الأخ اليمنية، لكن مفتي الديار هو تجنبا لذكر مفتي الجمهورية، نحن أن هناك هوية عقائدية لهذا المشروع. إذن اليوم نحن أمام تعميم هذا المشترك، لأن حتى في القبائل العربية عندما نريد أن نوحد القبائل العربية لابد أن نجد جدا مشتركا، جد المشترك هو الذي يجعل لنا ما يسمى جامع مشترك يوحدنا لنكون ضد الآخر. نحن اليوم نعمم هذا المرجع الذي سنضفي عليه القدسية والخوارق، وهو مسميه ميني حسين، يعني الحسين هو الأكبر في كملحمة، هنا الآن ميني حسين اليمني الخاص، وهو بالصدفة ربما يوازي الحسين، ولكن نحن الآن نخلق الحسين اليمني بملحمته وبتضحيته. طيب هذا الانتقال نحو التعميم، الخروج من المشترك الخاص إلى المشترك العام، ما الذي يعني اضطر الجماعة له؟ نحن أمام مشروع، ودعني كذا بس أعطي بس، نحن أمام مشروع لاستعادة السلطة، نحن أمام مشروع لاستعادة الدولة المتوكلية اليمنية بشكلها المسمى الآخر. لذلك سأقول وأكرر، أنا قلت هذا الكلام في أكثر من موقع، ولكن دعني أذكر المشاهد، تم الانقلاب في 21 سبتمبر يوم تنصيب الإمام البدر آخر أئمة النظام المتوكلي، تم الدخول إلى صنعاء من منطقة همدان وهي المكان الذي خرج منه الإمام البدر هاربا وعاد منه، تم يعني خلق طبقة اقتصادية في اليمن بهدف السيطرة على الحياة الاقتصادية في اليمن إذا ما ذهبنا إلى تسوية أو بقوا على شاكلة حزب الله، تم شراء عقارات صنعاء وذمار ومعظم المناطق من المال العام بهدف ماذا؟ بهدف السيطرة على ما يسمى حزام صنعاء الجغرافي والتحكم بصنعاء تصبح ملك وليس الجراف. تم تكوين كيان موازي في الدولة من خلال إحلال الموظفين في المؤسسة العسكرية والاستخباراتية والعسكرية، دعني أذكر حتى لو عدتها في مقابلة سابقة. الحاجة الثالثة، هناك أيضا
تعيين مفتي، هناك تغيير الكتاب المدرسي، يعني نحن أمام خطوات منهجية تمر بالتدريج. هناك أيضا بدأ هذا المشروع بتحويل مرجع صناعة القرار من صنعاء إلى صعدة منذ قبل الانقلاب، عندما كان الحوثي عبد الملك يخطب لساعة أو ساعتين من صعدة وينتظره الناس، وهنا عملية نفسية وعملية لنقل كل اتجاهات العالم أن ما سيخرج ما يحدد مخرج الأزمة من اليمن هنا في صعدة، وبالتالي كان يذهب ولد عمر ويذهبوا إلى صعدة ويؤخرهم 3 أيام والناس تتابع ما الذي سيخرج، وهذا هو أن هناك تهيئة للناس أن صناعة القرار باتت في صعدة وهذه عمليات مدروسة. 2 يعطيك خطاب لمدة 3 ساعات، ساعة ونص حتى، ويعطي ما يريد في أقل من 5 دقائق ليجعلك تشاهده وتعترف به ويبطن حضوره في الخطاب الإعلامي، هذه كلها مدروسة. نحن اليوم هذا أين الخطورة في مكان؟ الخطورة أيضا الذي يساعد هذه الجماعة عنصرين، وهذا خطير للغاية. العنصر الأول هو غياب المشروع الوطني، عندما تغيب المشاريع الوطنية، وهذا وغياب المشروع الوطني بدأ مع المخلوع صالح وليس من اللحظة، عندما المشروع الوطني فشل، المشروع الوطني القائم على المواطنة وعلى الجمهورية، المخلوع صالح أفرغ الجمهورية، هي إلغاء الفوارق بين الطبقات، قيام نظام جمهوري، بناء جيش وطني، تحقيق، كل هذه فشلت. عندما تفشل المشاريع الوطنية تأتي المشاريع ما قبل الوطنية السلالية والعقائدية، تأتي الحديث عن حضرموت، عن تعز كمنطقة، عن إب إنها يعني يصبح نحن نتحدث عن سنة، عن شيعة. عندما يفشل الوطن نأتي نتحدث أن تعز ممكن تكون إقليم ولنا علم ونحن قادرين، أبناء حضرموت يتحدثون أنهم إقليم مستقل، لأن هذه المشاريع الوطنية عندما تفشل أزمات سياسية، أزمة تنمية، أزمة اقتصادية تأتي بنا، وفشل الحاكم في توزيع العدالة وفي توسيع المشاركة السياسية تأتي مشاريع ما قبل وطنية، وبالتالي جاء هذا المشروع وبدعم خارجي. أين الخطورة في النقطة الأخرى؟ كان هناك نقطة أولى هي غياب المشروع الوطني، وكان هناك نقطة أخرى تتحدث عنها، عن ما الذي ساعد الحوثيين في ساعد الآن الحوثيين يحاولون استثمار. الحوثيين عندما ظهروا كمشروع مدعوم من إيران، لأن كان هناك توجه إلى إيران، أقولها سياسيا لا علاقة له في الدين، إيران تعود إلى كل إمبراطوريتها الفارسية وليس إلى داعمة للحوثيين كجماعة دينية عقائدية، هي كانت في اليمن وتريد أن تعود لليمن وتريد أن تعود لبغداد للعراق ولكل المناطق التي كانت فيها، لا علاقة للدين، أقولها بوضوح ولست متعصبا، لا علاقة للمشروع العقائدي بالاستراتيجية الإيرانية، ولا علاقة للحوثيين بالمعتقد الديني والإسلام. الحوثيين وكل الهاشميين لا علاقة لهم بالدين ولا علاقة لهم بالمذهب الزيدي، لهم علاقة واحدة فقط بشرعية الحكم، أن شرعية الحكم لهم، وبالتالي انحرفوا نحو حصرها في البطنين، وكل هدفهم العودة إلى السلطة، لا علاقة لهم بالشعب اليمني ولا بقوة الشعب اليمني ولا بأن المذهب الزيدي يعني تم إقصاؤه وتم إقصاؤهم، ولا حديث حتى أن لهم لديهم مظلمة، أقولها ودون تعصب، لم يكونوا، أنا من الأشخاص الذي دافع وكنت أعتقد أن لديهم مظلمة، كانوا في أهم المناصب، كانوا لديهم مناصب وموجودين بالسفارات في الخارج وتعليم ومال ولهم مكانة في المجتمع، ولكنهم كان لديهم مشروع من السبعينات للعودة إلى السلطة. بالتالي المخيف الآن أين للشعب اليمني، والذي يهمني هنا الشعب اليمني، هناك في الشعب اليمني ما يسمى التواطؤ، هذا أخطر شيء للشعب اليمني. التواطؤ بمعنى ماذا؟ لدينا في الشعب اليمني تراتبية اجتماعية، هذه تاريخية، نحن قلنا قد مفروض أنه مع التحديث السياسي والتعليم قد قضينا على التراتب، معنى السادة أو ما يسمى بالسادة، أنا لا أعترف أنهم سادة، أنا أقول أنهم ما يسمى بفئة السادة، هم حافظوا بقائهم خارج تراتبية المجتمع، وبالتالي تركوا المجتمع في تراتبية، نحن مع وكانوا لا وهذا التراتبية الاجتماعية التاريخية لا تقدس غير المحارب، لا تقدس العامل، وبالتالي هم حافظوا على بقائهم حتى من حيث الزي، يعني لأول مرة في المجتمع حتى الأزياء
تمارس نوع من العنف الرمزي، عنف والتفرقة طبعا. لا، العنف الرمزي، ما في عنف مادي، عنف لفظي، عنف رمزي. أزياءنا اليمنية تمارس عنف رمزي، بمعنى أن عندما الجنبي الثومة أو المعكوف أنني سيد وأنني قاضي، وهذا يمارس عليك لا مواطنة. أزياءنا اليمنية مكثفة في اللا مواطنة. عندما أيام الإمام كانت الأسماء أيضا، اختيارات الأسماء، نحن أمام جماعة تتأسس على اللا مواطنة، تتأسس على التمايز وأنهم أعلى، وهذا لا علاقة له بقيم الإسلام. بالتالي التواتر يأتي من أين؟ نحن نوجه رسالتنا للمجتمع اليمني. التواتر ماذا؟ عندما الخطر ليس في الحوثيين، الخطر في الجمهور المتواطئ، بمعنى لما كانوا زمان يقولوا قبيلي وما يسمى بالمهمشين الملونين أو مرأة، عندما أقوم بتنشئتك كما هو التنشئ اليوم بهذه الرمزية والتعليم والاحتفال، وأبدأ أنا أستبطن بهذه التنشئة والخطاب الإعلامي وأن هذا مقدس وهذا حسين الحوثي هو الذي ضحى وهو المقدس وله ملازم وله مكرمات، تبدأ تستبطن هذه المكرمات وتستخدم أنه مرجعية، تبدأ تعترف أنه أفضل منك وأنه مرجعية. ولهذا نقول التواطؤ، بمعنى المرأة عندما تقول المرأة ناقص دين، المرأة عقلها ضعيف، المرأة عاطفية، ما لها إلا البيت، هي المرأة. أين الخطورة؟ عندما تقتنع المرأة أنها أقل، وبالتالي تصبح المشكلة ليس عند الرجل، المشكلة كيف نقنع المرأة، لو سمحت، كيف نقنع المرأة أنها متساوية، كيف نقنع المجتمع اليمني أنه أعلى وأنه صاحب السلطة وليس الحوثي صاحب السلطة. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار دكتور الكاتب والباحث زايد جابر الذي ينضم لنا من الرياض. أهلا بك أستاذ زايد. أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ زايد. إذن يعني هذا يتحدث الدكتور الآن عن وجود نوع من الجمود والتواطؤ لدى يعني من كان من اليمنيين بقبوله لهذه الأفكار، هل باتت الآن هناك مقاومة فكرية لمشروع الصنمية التي يعني تمهده جماعة الحوثي بالنسبة لليمنيين؟ هل هناك مشاهد لذلك أو آثار لذلك؟ يعني الحقيقة هذا ما يسميه الدكتور التواطؤ أو القبول لم يأتي فجأة، يعني حقيقة هناك عملية ممنهجة وأشد أنواع الاستبداد التي تأتي باسم الدين. يعني هؤلاء يعني هذا فكر يعني منذ 1200 عام، خصوصا في هذه المناطق التي استعاد فيها الحوثي بعض إرثه التاريخي، أقنعت الناس أن هؤلاء أبناء الرسول وأن هؤلاء لهم امتيازات وأنهم أفضل من غيرهم، وبالتالي يعني تم تمرير هذه العنصرية وهذا الاستعلاء باسم الدين يعني وباعتبار أن طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة الرسول، وبالتالي يعني حيثما وجد الجهل وجدت هذه الأفكار قبولا. والحقيقة أنه منذ قيام ثورة 26 من سبتمبر وما تلاها يعني انكمشت هذه الأفكار وكادت أن تتلاشى يعني فترة معينة، ثم عاود دعاة الاستفهام الإلهي ودعاة الإمامة إحياء هذا الفكر تحت مبرر إحياء المذهب الزيدي والصحوة الدينية وما إلى ذلك، ويعني صادف ذلك تجهيل النظام السابق لهذه المناطق وعدم الاهتمام بالتعليم، فوجد فعلا من يقتنع ويعمل يعني وهو مقتنع بذلك أنه يعني يتقرب إلى الله وأن هذا هو مضمون الدين وما يقصده الدين. يعني أعتقد أنه يعني الآن هناك مقاومة ليست فقط مقاومة عسكرية، وإنما هناك أيضا مقاومة فكرية، أصحاب الفكر والإعلام والمثقفين ومع الضخ الإعلامي، هذه كلها سيكون لها تأثير بلا شك. يعني نحن مع الوقت يعني هي بحاجة إلى وقت أطول. ما الذي ينقصها يعني أستاذ زايد؟ يعني ما الذي ينقصها لأن تكون أكثر فاعلية في مواجهة التمدد والخطوات المتسارعة من قبل يعني المفكرين بالنسبة لي يعني من يؤطر للنظام السياسي الذي يريده الحوثيون ومن سار على دربهم بداخل الأراضي اليمنية؟ يعني حقيقة هذا الفكر دائما وعبر التاريخ ارتبط بالقوة، ولهذا يعني كان حرص الحوثيين منذ أن بدأ حسين الحوثي مشروعه ارتبط بالسلاح وامتلاك القوة لإجبار المجتمع على الرضوخ لهذه الأفكار. يعني في الأخير الذين يقبلوا يعني قابلين بهذا الفكر الاستعلائي ومستعدين أن يقاتلوا من أجله عن قناعة دينية تظل نسبتهم ضئيلة جدا، لكن لا يمكننا أن نقول أن بقية المجتمع أو حتى بقية من يقاتلون، حتى كثير من يقاتلون مع الحوثي أنهم مقتنعين بمثل هذه الأفكار. لكن يعني انهيار الدولة واستخدام العنف بشكل كبير، يعني الحوثي استخدم العنف
وتفجير المنازل ويعني ضرب رؤوس القوم وكل يعني وسائل الإعلام وسائل التواصل، السيطرة على المساجد، كل من يحمل فكرة يناقض هذه الفكرة قمعه بقوة، وبالتالي يعني كان طبيعيا أن يعني خاف الناس لأسباب عدة، لا يعني يرى بعضهم أنه لا يجد من يناصره، لا يجد من يقف معه في حال أن وقف. وسنلاحظ أنه عندما يعني تتقدم الشرعية وعندما يطمئن الناس أن هناك دولة ستحميهم ويعني سينقذ الناس، وأنا أقول ظهور هذه الفكرة شيء جميل للناس من أجل أن يعرفوا هذه الحقائق. الحقيقة هذه الأفكار موجودة منذ عشرات السنين، لكن عندما كان يتم مجابهة الحركة الحوثية وهي في طور النمو والتوسع كانوا ينكرون هذه الفكرة، وهذا دليل أن المجتمع يرفضها من أجل أن يعني يمرروا أفكارهم وتوسعهم العسكري تحت مسميات شتى. الآن يعني هذه الأفكار مع سيطرتهم على الإعلام والشعارات التي يكتبونها في الشوارع وفي كل مكان ومحاولة تقديس وتصميم قادة الحركة الحوثية، كل هذا يعني أصبح واضحا، ولا أظنه ينطلي بشكل كما يتوقع الناس يعني على اليمنيين الذين ما قد تناسوا إرث الجمهورية وإرث 50 عاما من مقاومة هذا الفكر الكهنوتي الإمامي. طيب أستاذ زين، يعني هناك من يصل الآن وجود مقاومة فكرية تتوسع خصوصا بين الشباب فيما يتعلق باسم الهوية اليمنية، كذلك مشروع الجمهورية، هل استطاعت هذه المقاومة الحد من مشروع الذي يتبنى هالة قدسية بالنسبة يعني الحوثيين؟ يعني الحقيقة إحياء الهوية اليمنية لا زالت الدعوات خجولة وفردية وربما شبابية، يعني للأسف حاول الإماميون طمس كل معالم التاريخ الحضاري طوال فترة حكمهم لليمن، وللأسف أيضا بعد الجمهورية تم محاصرة، ويعني لك أن تعلم أن تراث الهمداني وهو المؤسس الأول للحركة الوطنية اليمنية في القرن الثالث الهجري يعني لا زال مطموسا حتى الآن، ويعني تم تهميشه في المناهج التعليم وفي يعني وسائل التربية وغيرها، وبالتالي هناك محاولة لتقديس مثل هذا التراث باسم الدين. ولا ننسى أيضا أن هناك حتى من خصوم الحوثيين يعني في التراث السني ما يؤثر لهذا الاصطفاء الإلهي ولحقية آل البيت وما إلى ذلك، ولهذا المهمة صعبة، لكنها مجرد قبول الآن ومجرد أن يتحسس الشباب يعني إرثهم الحضاري والتاريخي هي صحوة مهمة، وأنا أقول الإرث الحضاري اليمني أفضل من مواجهة مثل هذا الفكر بفكر مذهبي آخر يعني وإدخال البلد في مستنقع الصراع الطائفي الذي لا يستفيد منه إلا هؤلاء العنصريين أنفسهم. أشكرك الكاتب والباحث أستاذ زايد جابر، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، أشكرك على المداخلة معنا. دكتور، تطرق إلى نقطة ربما تثير الكثير من الجدل، أنت الآن تتحدث على أن ما يحدث هو سياسي بامتياز، لكن هناك نوع من التدخل يعني بالفكرة الدينية، وتطرق الأستاذ زايد إلى أن هناك ما هو موجود في التراث السني بين قوسين يعطي نوع من الثغرات لمن يتبنى فكرة يعني الحوثيين لتساعدهم في مشروعهم سواء كمشروع ديني أو سياسي، هل تؤثر بالفعل؟ نحن قلنا أن عندما تفشل المشاريع الوطنية، تحدثنا عن هذا، إذا كانت موجودة مواطنة ومساواة وحرية المعتقد ويعني عدالة في التنمية بين المناطق وتمثيل في السلطة وتوسيع الشراكة، يعني كانت السلطة تقوم على أن ليس هناك دستور عرفي أن يكون الرئيس زيدي ورئيس الحكومة شافعي وخمسة من تعز، نحن أمام تكافؤ فرص ونحن أمام دولة مواطنة، بالتالي هم يدخلون أمام، وهذا ليس مهم الآن، لكن المهم الآن أنهم يحاولون أن يوظفون الديني لتحقيق السياسي. اليمنيين دائما يقول يعني يبحثون عن مفتاح الجنة، وبالتالي الشعب اليمني في تاريخه الطويل لم يكن يوما دون إله، عبد الشمس القمر، عبد كان في اليهودية المسيحية، دائما علاقته بالإله، وبالتالي هم يدخلون ما بدخل. عندما تكون هناك الأمية مرتفعة وهناك يعني غياب مشروع الدولة، يصبح الناس عرضة لهذا الاستقطاب، عندما يكون هناك تقديم قبيلة على قبيلة من حيث السلطة وهيمنتها، عندما يكون جماعة في الجغرافيا تحتكر الجيش والمؤسسة العسكرية،
وهي تميل لهم، يصبح هنا أن تتوظف هذا العمل. أنا ما أريد قوله الآن، أنا قلت يعني هذا مهم جدا، أن هناك تراث في التراتبية الاجتماعية، أن هناك تراتب في المجتمع. يعني تلاحظ ما زال عندنا بقايا ذلك التاريخ، عندما يكون واحد حزبي ودكتور يقول لك عزك الله مرة، ما زال يحمل ذلك الفكرة عزك الله خادم. يعني يكون يتكلم عن المواطنة ويتكلم عن الأحزاب ويتكلم عن الدستور، ولكن يحمل فكرا تراتبيا تقليديا. بالتالي ما زلنا نحمل، هم الآن يحاولوا داخل الأغلبية من الجماهير يوظفوا تلك المكانة التاريخية التي زرعوها عند الناس بأنهم ينتمون إلى الرسول وأنهم مقدسون وأنهم يعني هذا الجانب يستثمروا وأنهم الأحق بالسلطة وتغيير البرامج والحصر في البطنين. هم لا علاقة لهم بالجمهورية والنظام والديمقراطية، هم يحصرون السلطة بهذا الولي الفقيه. لكن دعني أقول تعليقا ودخولا في يعني قبل أن نذهب إلى فاصل، تفضل. خلص الوقت أطول، يعني نذهب إلى فاصل ثم طيب. إذا نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نستأنف النقاش، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا نعود دكتور لي حول تعليق على مداخلة الأستاذ زايد جابر. طيب. لديك أنا منذ قبل الانقلاب تقريبا بشهور طويلة كنت قد طلعت في إحدى القنوات العربية وتحدثت عن أن الحوثيين هم حزب الله في اليمن، وتوجه لي نقد كبير جدا أني لم أكن محايدا وأنني أنضم إلى حزب ما هو خصم، وأنا لست منتميا لأي حزب أقولها، أنا أنتمي لليمن وأكاديمي مستقل. وكنا قد نبهنا وقلنا أن هؤلاء يتبعون إيران، ولم يكن يستوعب الشعب اليمني خطورة ما يحدث أو يقرأ يستشرف. وبالتالي نحن طلبنا الحكومة من هنا من هذا الاستوديو، وقلنا أن هذا المشروع عددنا وكررنا، قلنا أن هذا المشروع ثورة مضادة، ثورة مضادة، قلناها من هنا، ثورة مضادة لثورة 26 سبتمبر 1962 عن طريق السلالة الهاشمية، ثورة مضادة لثورة فبراير عن طريق المشروع العائلي لصالح. هذه ثورة مضادة واضحة، التحالف عائلي سلالي مؤقت، مش مؤقت، ممكن يمر بمرحلتين، القائد العسكري والمرجعية الدينية لفترة، أو قد يقتل أحدهما الآخر، هذا شيء آخر. لكن قلنا للسلطة الشرعية في حاجة اسمها الإرباك، الإرباك يعني عندما تترك فرصة للمخلوع صالح يخطب ويحشد ويعيد دور الرئيس وأنت تاركه، عندما تترك فرصة لعبد الملك الحوثي الآن أن يخطب ل74 دقيقة ويعطي هذا الخطاب، وعندما تتحدث أن تتحدث عن استعادة السلطة والشرعية، هناك نقطة مهمة هو استعادة الجمهورية. نحن بحاجة، قلنا نحن لن نتعصب، نحن لسنا مع الحرب ولا نتعصب ضد الشعب اليمني، نحن نعاني مع هذا الشعب، نشعر بهذا الشعب، لكن يجب أن يكون هناك خطاب إعلامي يموضع الناس بوضوح. لماذا نخجل؟ هناك لابد أن نتموضع لاستعابة الجمهورية. الآن حديث الذي يهلل ويطبل أن هناك في حضرموت يعني اللي مع الإقليمية وهذا أخير، هذه لا يمكن لنا أن نضع مشاريع في دولة قابلة للتشظي ودون اتفاق يعني بوجود رئيس الجمهورية وترتيب لذلك. هناك هوية بارزة إقليمية، وعندما لا أوضح للجمهور بوضوح اتموضعوا لاستعابة الجمهورية أولا، أنتم ذاهبون إلى يعني اسم جديد صحيح لأسرة جديدة لم تكن بيت حميد الدين، الآن نحن أمام مقدس آخر، هذا المقدس الآخر سيكون ولي الفقيه في اليمن، سيتبع مولاه في إيران، وسيكون مرجعية عقائدية واضحة المعالم. بالتالي علينا استعابة الجمهورية اليمنية، الجمهورية ليس الإسلامية كإيران التي تقوم على ألوان والتي ولي الفقيه ويحدد المرشحين وهو الذي يأمر، نحن مع الجمهورية التي دفع يعني الضباط الأحرار والشعب اليمني والمثقفين دمائهم في الشعب اليمني، تقوم على المواطنة والمساواة وإلغاء الفوارق بين الشعوب، ولا في حاجة اسمها ما يسمى بالسادة والقبائل والتراتبية. نحن أمام مواطنة، الشعب مصدر السلطات، لدينا تراث تاريخي، والشعب اليمني أنا أستغرب على هذا الشعب، لدينا تجربة اشتراكية، تجربة البلدية الإسلامية، لدينا
يعني تجارب متنوعة، لدينا نخب متنوعة اشتراكية إسلامية قومية. لا تستطيع هذه النخب أن تضع رؤية لإدارة الزمن الانتقالي أمام مشروع ملكي إمامي. طيب يعني في ظل ذلك دكتور، وفي ظل يعني عدم أو غياب هذا الحديث نحو استعادة الجمهورية بهذا الشكل المطلوب لدى أنا أقولها لدى الحكومة الشرعية، لكن هناك نوع من الجرأة لدى الميليشيات الحوثيين بأنها يعني تذهب إلى مناطق مثل الحديدة تطلب منهم أموال لعمل مناسبات تزيد فيها من الهالة القدسية لحسين بدر الدين الحوثي في ذات الوقت التي هناك مجاعة بهذه المدينة. كيف يعني كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ طبعا كما تعلم هناك أولا ما أثناء تعميم المقدس حتى بالظرف لا يهم هذه الأسرة وهذه الجماعة، نحن خبرناهم من التاريخ من متى الشعب اليمني كان له حضورا أو اهتماما في هناك، فقط في الأسرة الحاكمة فقط هم من يحظون بالتعليم وبالقصور، ويوم أمس يعينون طفلا صغيرا مستشارا للرئيس الجمهوري، هذه الأسرة فقط من تحظى بالدعم. بالتالي هناك أولا من هذا الاحتفال تعميم المقدس، هناك سرقات تعطي فرصة للسرقات والنهب وأخذ الأموال للجان الشعبية، وهذه السرقات في الاحتفال تخلق نوع من بقاء الأتباع لأنهم يسرقون ويأخذون منافع وبالتالي يستمرون. هناك ما يسمى المشاركة الجبرية، هو جبر الناس على الاعتراف بهم من خلال المشاركة الجبرية، بمعنى عندما تسهم بالمال فأنت جزء من هذه العملية، هذا يسموه يعني تدريج، مرحلة تدريجية تبدأ بالجبري ثم تبدأ بعدين بالمشاركة، ثم هنا يعني مراحل كثيرة. هناك مرحلة تعميم المشترك اللي هو المقدس المشترك، يعني أنه الاحتفال الجمعي، هناك يعني جعل الألوان موجودة في كل مكان، ما يصبح الفضاء كله موحد، وحتى وإن كانوا 5 أشخاص في الحارة إلا يحاولوا الحارة كلها كما حدث قبل الثورة أنهم موجودين في كل مكان، وهي عملية مدروسة. ثم ما يسمى المشاركة الجبرية التي تشعر الأطراف حتى الرافضة بأنها ساهمت في هذا الاحتفال وأنها جزء منه، وهذه عمليات كلها مدروسة. نحن أمام مجموعة وأقولها للمرة العاشرة، أمام مجموعة تمارس تجويعا جماعيا للشعب اليمني ومنتهك لحقوق الإنسان بوعي وإدراك ووفق استراتيجية مدروسة في بيوت الخبرة لخلق حالة مجتمعية تقبل بهم كحكم أو تقبل بأي تسوية، وأنهم يمارسون هذا التفقير والتجويع والترويع بهدف أيضا الضغط الدولي على دول التحالف والسلطة الشرعية لإيقاف المعارك والقبول بهم كطرف. طيب وفقا لذلك إذن ما يجري بداخل المدارس من أيضا في هذه الأيام في نوع من الاحتفالات بذكرى قتل حسين الحوثي في أغلب المدارس هو نوع من استراتيجية نحو المستقبل، أفهم من ذلك؟ نحن أمام ما يسمى المصالحة في مرحلتين، مرحلة إعادة صياغة الذاكرة وهناك المصالحة مع الذاكرة الوطنية. ونحن هنا جيل زي أمثالي والجيل اللي بعدنا والجيل هذا قد تم صياغة ذاكرته الوطنية بأن الملكية حول النظام الإمامي والكهنوتي، وترسخت إلى حد ما النظام الجمهوري لأن المخلوع صالح خلى النظام الجمهوري مشوها. نحن الآن أمام هناك جماعة قد تم تنشئتها عقائديا من خلال ما يسمى المؤتمرات الصيفية للحوثي منذ التسعينيات في الفضاء الجغرافي العقائدي صعدة وما جاورها وما صنعاء وذمار واستقطبوا لإحياء في إطار إيجاد شباب، وهذا لهم عمرهم الآن 25 سنة وأصبحوا عقائديين ومقدس المقدس الخاص. ننتقل إلى العام الآن، نجي جيل جديد أعمل له تشويش في ذاكرته بالرموز الوطنية، لأنه لديه الآن رموز الزبيري، النعمان، علي عبد المغني، ثم يأتي الآن رمز مقدس ديني وشرعية الحكم أصبحت في لدى جماعة وأنهم مقدسين وأعلى من الشعب اليمني. هذا التشويه أنا أقولها من قناة بلقيس، سنحاكمهم لأنهم هذا يقتلون جيلا كاملا، هؤلاء لا يمكن التنازل لنا أن تشوه ذاكرة جيل الوطنية، أن تقوم بإيجاد قلق في ذاكرته الوطنية وفي تشفيش رموزه، هذا سيدفعنا الثمن غالي في المستقبل لعبة تنقية الذاكرة. يعني الآن صحيح أنهم في المناطق المسيطر عليها يتم التشويش، ولكن أين الحكومة الشرعية التي تقوم بتعبئة الجماهير للاستفاف حق الجمهورية؟ أين الإذاعات التابعة للدول الشرعية التي تبث الخطاب الجمهوري الوطني؟ أين حتى نربك المشروع؟ لا أجد إرباكا، يعني أنا أقولها بوضوح، أين الإرباك؟ العمليات العسكرية المتقطعة الآن وتستمر لازم أن يصاحبها إرباك إعلامي، إرباك حقوقي، متابعة. لماذا نتركهم يعينون مفتي وكأنهم دولة، يغيرون في الحكومة، يعينون بهدوء؟ أين الإرباك؟ أين المتابعة؟
طيب في هذه النقطة تحديدا، دعنا نشرك معنا في النقاش الكاتب الأستاذ يحيى الثلاية الذي ينضم لنا الآن عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ يحيى. جزاك الخير الكريم. حياك الله أستاذ يحيى. إذن هل ترى الآن أن يعني ما يجري سواء في فضاء التواصل الاجتماعي أو على المستوى الأكثر نخبوية ربما في يعني بالنسبة سواء للجامعات أو ما شابه في الحوارات الأكثر نخبوية هذه، هل هناك نوع من المواجهة الجادة للفكرة القائمة على التقديس والصنمية التي لها أهداف سياسية كما يقول دكتور؟ مساء الخير عليك على جميع المشاهدين قناة التقديس. يا أخي، موضوع التقديس وصناعة الأصنام البشرية عن الرموز الدينية المقبولة أو استثمارها لاحقا أو من اصطناع أوهام بغرض تسويقها وتقديسها نفس الاستثمار السياسي، أعتقد أمر له جذور في يعني في الموروث المشوه والمزيف الذي تم حشو مناهجنا وكتب الفقه والتراث والتاريخ به. وربما كنا في اليمن يعني قد واجهنا منذ مجيء الإمامة إلى اليمن هذا الكارثة من خلال صناعة الأكاذيب في كتابة التاريخ وتحويل يعني أناس سياسيين وأصحاب يعني مشروع أطماع سياسية ويعني ضحايا سلطة وصراع على يعني صراعات انتهازية تبحث عن سلطة النفوذ. كل هؤلاء كان يجري تسويبهم لاحقا في يعني بأنهم أبطال وبأنهم مؤيدون بكرامات إلهية وتبرير لعيوبهم وتحويلها إلى معجزات. كل هذا كان حاصل في اليمن وصولا إلى يعني حتى أصبح الدين الإسلامي الحق في اليمن يعني تحول من نسخة حقيقية دين سماوي للعدالة والمساواة والحرية إلى مجرد عبدة أصنام وقبور وقباب الأولياء والأئمة والحبائب وغيرهم من بني هاشم. أستاذ يحيى، نعم، حكموا اليمن حوالي يعني أو تواجدوا في اليمن صح؟ طيب أستاذ يحيى، يعني تكرار هذه الفعاليات من قبل الحوثيين تحديدا، هل هو يأتي في سياق تثبيت هذه الحالة لدى المتابعين سواء لدى اليمنيين ككل، أم أنه نوع من المحاولة المستمرة لاستنفاذ يعني الاستنفاذ المالي لليمنيين خاصة من هم قابع تحت سيطرتهم؟ أنت قلت في سياق ماذا؟ في سياق ما تفتيت؟ أستاذ يحيى، نعم، قلت لك أنه جاءت ثورة سبتمبر المجيدة في عام 62 لترفع الغبار عن صورة شعبنا العظيمة التي لا يعني من أجل الشعوب صراحة تقديس الأصنام. ولعلك تلاحظ أنه ليس عندنا الزعبلات الأشياء يعني الأشياء الاثناعشرية والتباكي والكذا فيما عدا استغلال بسيط للصوفية، لكن حتى هؤلاء الذين يزعمون أنهم أبناء الله وعيال السماء واجهوا سخرية طوال تاريخهم وواجهوا صراعات متواصلة وحتى صراعات بينية كان يستخدمها اليمنيين. اليوم يعودون وهم مستفيدون أو متأثرون، الجماعة الحوثية الإمامية في نسختها الأخيرة متأثرون بالخطاب الإيراني والتقديس الجعفري. بالطبع يعني النظرية السياسية الزيدية التي تحصل الحكم في البطن وتستحوذ على أي شخص في البطن هي لا تقل خطرا وكارثية عن الجعفرية التي تحصل في 12 إمام آخر من الغائب. هذا التقديس الذي مارس اليوم هناك استفادة أو محاكاة أو تأثر واضح بالتجربة الإيرانية في المجال الفكري، رغم أنهم يعني لم يكونوا بهذا الحجم في نعم. كثير من الأحوال أو المراحل التي مروا بها. التباكي والحسينيات لم تكن موجودة في اليمن. يعني نعم، لعلك لاحظت قبل فترة في ذكرى ما يسمى كربلاء مقتل الحسين أنه تم تداول مقاطع فيديو لأناس يلطمون أنفسهم بصورة يعني غير محببة لأحد لدى أحد يعني أو غير مستساغة لدى أحد من اليمنيين. يحاول الحوثيون اليوم تكريس هذه القضية أو تكريس هذه الممارسات التافهة وغير مقبولة لسببين. الأول بالتأكيد دجل على الناس ومحاولة وتكريس ذلك سياسيا وماليا إلى آخره، والأمر الآخر أيضا
بقدر ما يكشف محاكاتهم وتأثرهم بالنموذج الإيراني والخميني، هم أيضا يريدون إيصال رسالة لمموليهم ولحلفائهم في إيران وفي لبنان أننا تأثرنا بخطابكم وأننا نمارس ما تمارسوه. أشكرك أستاذ يحيى الثلاي الكاتب، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إليك دكتور عبد الباقي، كان لديك تعقيب حول أتفق مع الرسالة الخارجية للثلاي التي هي إيصال رسالة للخارج بأنهم موجودين ورسالة للداخل، لكن دعني يعني في الخاتمة أتحدث عن يعني دون الحديث عن قدسية وخلق القدسية، ما لابد أن يكون لدينا استراتيجية البديلة. نحن نتحدث عن، ليس بالضرورة أن نقوم بالهجوم والنقد، علينا أن نعد كل لدينا استراتيجية مقابلة. الاستراتيجية المقابلة لابد من تحشيد تطلعات الجماهير حول المشروع الوطني وحول دولة المواطنة والجمهورية، ونحن بحاجة إلى خطاب إعلامي مكثف ومشروع تربوي ثقافي، لأن لدينا خطرين اثنين. الخطر الأول في الثقافة العربية ومنها اليمنية ما يسمى ب ثقافة العائلة، تنشئة العائلية تقوم على التراتبية وتأتي في دونية، ركز معي تماما، دونية المرأة والأطفال والذكور في الأعلى، وبالتالي هذه الثقافة الأسرية أدت بنا إلى ماذا؟ أدت بنا إلى إيجاد ما يسمى بالأب الوطني، يعني كان هناك أب في الأسرة نحن نسمع كلامه وننفذ له أمره حتى وأن كانت خاطئة، وله مقابل أب وطني. وبعدين هم هذه الثقافة استغلوها حتى أوجد ما يسمى بالأب الوطني، رئيس الجمهورية الذي يمارس يتجاوز الدستور ويرتكب أخطاء ونحن نتقبل، وحتى وصلنا إلى الدولة الصالحية بمعنى الثقافة الأسرية. ثقافة التراتب الاجتماعي اليمني تؤدي بنا إلى المقدس الديني، لأنها تقوم على تراتب سلالي، تراتب بين المواطنين، بالتالي لدينا ثقافتين مهددتين تستدعي اللامساواة وتستدعي مشاريع عائلية، اللي هي ثقافة عدم المواطنة الأسرية تؤدي إلى أب وطني أو تؤدي بك التراتب. ولهذا نحن بحاجة إلى مشروع مقابل ثقافي وتربوي يقوم على تكثيف التعبية نحو المواطنة المتساوية ونحو دولة الجمهورية والمشروع الوطني. غياب الآن، نحن أنا لسنا بحاجة إلى إثبات أن الحوثيين لهم مشروع سلالي، نحن قلنا أو مشروع لولاية الفقيه واستعادة الثورة، هذا كله معروف وأصبح أعتقد المواطن اليمني يدرك. نحن الآن هل السلطة الشرعية حتى وهي تدير المعارك العسكرية أقولها، هل لديها مشروع للآن في هذا التوقيت ما يسمى التدخل الآني والتدخل الاستراتيجي؟ التدخل الاستراتيجي عندنا مناهج تعليم، الآن التدخل الآني كيف يمكن ما يسمى المحافظة على الجماهير المتموضة معك، كيف يمكن تفكيك الجبهة التي يستهدفها الحوثيين عن طريق ماذا؟ لدينا موروث ما يسمى ثقافي عائلي، انتهى الوقت؟ يعني بعجلة دكتور. طيب، إذن لدينا نحن موروث يساهم في إيجاد ما يسمى الشخصية الأحادية المقدسة، سواء الأب الوطني أو العقائدي، ولدينا فشل المشروع الوطني، كيف يمكن لنا أن نحشد لمشروع يخلق آمال المجتمع ويلتف حول المستقبل لصناعة مستقبل يقوم على المواطنة والمساواة والنظام الجمهوري القاطع مع السلالية والعائلية؟ أشكرك دكتور عبد الباقي شمسة، أستاذ عن الاجتماع السياسي، كنت معنا اليوم في حلقة المساء اليمني، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء محمد المقبري وأسامة عادل وكذلك وئام الأكحلي، إلى اللقاء.